أعلن محافظ الأنبار إطلاق الوجبة الأولى من تخصيص قطع الأراضي السكنية في بلديات المحافظة، فيما تعهد بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً وإعطاء أولوية لعائلات الشهداء مع إيلاء الأهمية لشريحة المتقاعدين والأرامل والمقعدين. أن نعلن عن إطلاق الوجبة الأولى من تخصيص قطع الأراضي السكنية في عدد من بلديات محافظة الأنبار البالغ عددها أكثر من 30,000 قطعة، ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال جميع الإجراءات وفق الخطة الموضوعة وبما يتوافق مع الأراضي المتوفرة للتوزيع في كل بلدية. إن هذه الخطوة تأتي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في محافظتنا العزيزة، حيث ندرك التحديات التي تواجه العائلات في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لتلبية هذه الحاجة الأساسية، كما نؤكد لكم أن هذا التخصيص جزء من سلسلة المشاريع التنموية التي نخطط لتنفيذها في المستقبل، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لمحافظة الأنبار.